عليكم الناس، جيتكم في قناة الوصفات المتنوعة. اليوم ان شاء الله عندي لكم وصفة المعروفة بالبسبوسة. غادي نحتاجوا في هذه الوصفة البنات ملعقة كبيرة ديال قشور الليمون، غادي نحتاجوا جوج بيضات، بعد ما هرسناهم غادي نخلطوهم مزيان مع دوك قشور الليمون باش هادوك قشور الليمون يطلقوا لينا النسمه ديالهم مع البيض. انا غادي نضيف نص كاس ديال سكر حبيبات ونخلط مزيان بحال كما كنديروا في الكيك العادي. دابا غادي نضيفو الكاس ديال الزيت المائدة والزيت النباتية، أو تنبقاو نحركو مزيان ونخلطو جميع العناصر. هنايا غادي نضيف الكاس ديال الحليب، أو تنبقى نخلط مزيان. هنا البنات بعد ما خلطنا جميع السوائل، دابا غادي نبداو بكاس كبير ديال السميده الرقيقه ديال الحلويات. غادي نخوي شويه بشويه ونبقى نخلط بالتدريج. ودابا غادي نزيد نص كاس كبير ديال الكوك، في نفس الوقت نستمر في التحريك. دابا غادي نضيف نص كاس كبير ديال الدقيق الابيض، يستحسن البنات نغربلوه باش ما يتحببش لينا وسط الكيك ديالنا. هنا غادي نضيف جوج خمارات حمرين، خمارات ديال الحلوى. ثم ضفناهم، دابا غادي نحركو جميع العناصر حتى ينسجمو بعضياتهم. وهنا البنات جاني العجين ديالي تقيل شويه، غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب وغادي نبقى نحرك حتى نحصل على القوام اللي بغيت، يعني القوام ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، يكون القوام اللي هو متوسط. صافي البنات، هذا هو الخليط ديالنا واجد. دابا غادي نخويوه في المول اللي غادي يدخل الفرن. بعد ما دهناه بالزيت ورشينا عليه شويه ديال الدقيق الابيض، صافي البنات دابا غادي ندخلوه للفرن مدة 25-30 دقيقة، ومن بعد غادي نرجع لكم.
وهنا البنات بعد ما حطيت الطوا ديالي في الفران دابا غادي نوجد السقوى باش غادي نسقيه الى خرجته. هنا عندي الكاس ديال السنينه حطيناها في قصرونه فوق نار هادئه غادي نخليوها حتى تذوب واحد شويه تتبدا تذوب وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده هنا غادي نبقى نحرك واحد شويه باش تذوب لينا الزبده مع هاد السنيدة وهاد السكر حبيبات هنا البنات هادي هي السنيدة هنا مع الزبدة بعد ما بدات تذوب شوية هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء نسيت ما صورتهم البنات وتنخليه فوق النار هادئه حتى كنحصلوا على هاد السيروم هذا البنات كما كتلاحظوا تيجي لذيذ وهنا البنات بعد ما طابت البسبوسه ديالنا خرجناها من الفران تنتقبوها بهاد العود ديال الاسنان ولا شي عود كما كان الى موجود عندكم في الدار نقبوه باش داك السيروم اللي وجدناه يدخل فيها مزيان يعني يسقيها مزيان دابا تناخدو السيرو اللي وجدنا وتنسقو به الكيك ديالنا المعروف بالبسبوسة تنسقيوه مزيان البنات حيت السنيدة تتشرب تتبغي السوائل بزاف هنا البنات بعد ما شربنا البسبوسه ديالنا دابا غادي نزينوها يعني بالاشياء اللي عندنا في الدار انا عندي كوك موجود وغادي نزينها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش بالنسبه للزينه البنات اختياري نتوما غتزينوها يعني بالاشياء اللي بتوفر عندكم في البيت دابا البنات غادي ناخد الموس على الظهر ديالو غادي نبدا نقسم هاد البسبوسه ديالي على شكل مربعات تقريبا على شكل مربعات تنبدا بهذا الشكل كما كتلاحظوا تنبدا من الوسط باش يجيوني مربعات متقادين يعني تكون احجام متساويه تقريبا متساوية هنا بعد ما قطعت على الطول دابا نقطع على العرض وتنحصلوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا دابا غادي نزينها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش هو اللي متوفر عندي يعني ممكن ديروا نتوما الكاوكاو اللي كاوكاو عادي يعني تحطوا كاوكاو وحده في كل كاريه في كل مربعه ولا اللوز ولا البيستاش الاذواق لا تناقش وعلى حسب الامكانيات ديال كل السيده عندها في البيت ديالها
وصافا البنات هذه هي البسبوسه ديالنا بالصحه والراحه. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه ديالت اليوم وتجربوها في البيوت ديالكم وبالصحه والراحه، وشكرا لكم على المتابعه.